مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك الزميل العزيز محمد سعيد، كل التحية ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي. عايز أطمن منك بقى على استعدادات الأهلي للمباراة النهاردة. بالتأكيد تمرين كان صباحي استعدادا للسفر إلى المغرب. الفريق بالتأكيد هيوصل النهاردة حوالي الساعة 10 بالليل، مش هيكون في مران، فبكرة هيكون بداية التدريبات في المغرب. لكن النهاردة المران كان أخباره إيه؟ أبرز اللاعبين اللي موجودين في القائمة اللي ممكن يعلنها موسيماني خلال لحظات أعتقد قبل السفر، والأجواء عندك من ملعب التتش بالجزيرة؟ يعني في البدايه طبعا محمد نقدر نقول خطوه مهمه جدا واخيره ان شاء الله في رحله الدفاع على لقب للموسم الثالث على التوالي، في انجاز ان شاء الله يكون غير مسبوق كعاده لاعبي النادي الاهلي، ينسب للجميع الحقيقه ان شاء الله هذا الانجاز اللي بنتمنى ان شاء الله يكون من نصيب النادي الاهلي. تحضيرات على اعلى مستوى كالعاده من البدايه ومن الايام الاخيره لكل محمد، طبعا هدفه هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي. مجهود كبير بيبذل من مجلس الاداره، من اللاعبين، من الجهاز الفني، من الطاقم الاداري، الكل بيحاول يوفر مناخ اكثر من رائع لكل اللاعبين. ان شاء الله باذن الله يكون تركيزنا فقط لغير في 90 دقيقة، يا رب إن شاء الله بإذن الله نأملها تكون من نصيب النادي الأهلي. مباراة ال 90 دقيقة بتكون مختلفة بشكل كبير جدا. كابتن أكرم توفيق طبعا يمكن كان معانا، حقيقي طبعا أقول له أكرم يا رب إن شاء الله يعود من جديد. النهارده عايز أطمنك يا محمد بقى على المران ونطمن كل جمهورنا حالة اللاعبين، مدى التركيز بيتسو موسيماني ووضع تحضيره لهذه المباراة الهامة والمنتظرة لكل جمهور النادي الأهلي. بداية النهارده كان التدريب 12:30 ظهرا طبعا على ملعب مختار التتش اللي بدأ بمحاضرة، كان محاضرة حماسية جدا الحقيقة من الجهاز الفني بالكامل، كابتن سامي قمصان، كابتن سيد، بيتسو موسيماني، الكل اللي اكد على اهميه هذه المباراه، رايحين بشخصيتنا، رايحين بمجهودنا، رايحين بكبرياء وشخصيه النادي الاهلي، وده الاهم مهما كانت الضغوطات ومهما كانت اي امور اكون خارجه عن ال 90 دقيقه وعن المستطيل الاخضر، لابد يكون تركيزنا فقط لغير في هذه المباراه، نفصل تماما، وده الوعي الكبير اللي بنأكد عليه في كل مره محمد. لعيبه النادي الاهلي لديها من الخبرات الكبيره بالجهاز الفني بمجلس الاداره ان تفصل لعبتها بشكل كبير جدا، يكون تركيزها فقط لغير في تنفيذ التدريبات وتنفيذ المعلومات، وايضا كمان للاعبي النادي الاهلي. التدريب كان كله حماس، كله جديه، لعنا كابتن اكرم، كابتن اكرم الحقيقه يعني بيقول يا رب دعواتكم النهارده، يا رب ان شاء الله باذن الله تكون الدعوات خالصه وواصله ان شاء الله لكل اللعيبه مع جمهورنا العزيز جمهور النادي الاهلي، اللي يا رب يكون ليه دور كبير كعادته النهارده ان شاء الله باذن الله في تواجده في مركب محمد الخامس اللي هيستقبل مباراه النهائي امام الاهلي والوداد المغربي. الحقيقه كمان يا محمد عايز اطمنك بشكل عام على الحاله المعنويه ومدى تركيز اللاعبين. النهارده كان الجديه واضحه جدا، الكل بياكد على المباراه، الكل بيقول يا رب افريقيا، يا رب افريقيا، الكل شايف ان البطوله مهمه جدا في هذا التوقيت، والمجهود لابد يكون اكثر من كده كمان، والتضحيات تكون اكبر من كده. تدريب النهارده كان فيه جرعه تدريبيه بدنيه 15 دقيقه، لكن الجانب كان كله جانب خططي وجانب تكتيكي. النهارده شفت بيتسو موسيماني يعني بيقوم بدور في الفقره الفنيه وهو الفينش على المرمى، الراجل خصص 20 دقيقه على الفينش على المرمى، اي لعيب لازم يفنش، لازم يحرز هدف، ويمكن الامر ده مهم جدا لان انت هتروح هناك هتكمل مشوار طبعا التدريب بشكل ثاني وباسلوب اخر، لان انت عارف يا محمد هيكون في وسائل اعلام متواجده، الكل عايز يشوف النادي الاهلي، الكل عايز يشوف القائمه اللعيبه اللي هتشارك، لكن واضح الحاله اللي موجوده. يا رب ان شاء الله باذن الله تستمر هذه الحاله والجديه الكبيره جدا اللي شايفينها مع لعيبه النادي الاهلي مرورا بالايام ان شاء الله حتى مع وعد المباراه. طيب كريم، هل القائمه الرسميه اللي هيصطحبها الجهاز الفني لمباراه الوداد وهتكون مع الفريق النهارده في رحله الطيران الى المغرب، هل تم اعلانها بشكل رسمي ولا لا؟ وفي نفس الوقت هل ممكن بيتسو موسيماني يصطحب كل اللاعبين سواء اللي ممكن ما يشاركوش حتى في المباراة ولسه مصابين في الفترة اللي جاية، ولا استراتيجية الجهاز الفني ايه في قائمة الفريق اللي هتكون موجودة في هذه المباراة؟ يعني حتى هذه اللحظه محمد ما نقدرش نقول ان القائمه خرجت بشكل رسمي من الجهاز الفني. النقطه الاخرى من الوارد ومن الطبيعي الحقيقه يعني مجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني في المباريات النهائيه بيجمع كل اللعيبه والكل بيكون متواجد في هذه المباراه، لكن مش قادرين نحسم هذا الامر حتى ان احنا نشوف الامور على ارض الواقع. احنا نقدر نقول قدامنا نص ساعه او اكثر ان شاء الله على ان يتوجه لعيبه النادي الاهلي الى الحافله الخاصه بيه ومنها ان شاء الله الى مطار القاهره. عايز اكد لك كمان على نقطه مهمه جدا، وهو انت عارف طبعا محمد رئيس البعثه هيكون الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي برفقة بقى عمرو فاروق طبعا نائب مجلس الإدارة، الأستاذ المهندس مرتجي طبعا، وأيضا كمان كابتن حسام غالي، الأستاذ طارق أنديل، والدكتور محمد شوقي مجلس الإدارة كعادته بروح الفانيلة الحمراء. يا رب إن شاء الله بإذن الله يتوج النادي الأهلي بهذه البطولة وكل الأوجاد يا محمد تكون في مصلحتنا ولكل حدث حديث إن شاء الله مع وصولنا للمغرب بإذن الله. طيب لغاية ما يتم الإعلان عن القائمة بشكل رسمي النهاردة من خلال متابعتك للمران، عايز أطمن على عدد من اللعيبة، أنت عارف الناس كلها بتسأل وعايزة تطمن عليهم، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، سليه، ديانج، حمدي فتحي، اتمرنوا النهارده مران جماعي ولا لسه في حد مش جاهز بالنسبه للفتره اللي جايه؟
الكل النهارده يا محمد شارك في الجرعه التدريبيه كامله اللي كانت فيها التحامات وكان فيها شوتنج، كان فيها كروسات، كان فيها امور نقدر نطمن بشكل كبير جدا على مدى جاهزيه اللاعبين اللي كان اكيد جمهور النادي الاهلي بشكل كبير جدا بيحاول ان هو يطمن عليهم. كل اللعيبه النهارده شاركت بشكل كبير جدا في هذا التدريب القوي والجيد جدا للعيبه النادي الاهلي، وزي ما بناكد يا محمد في كل مره التضحيات مهمه جدا في هذا الامر وفي هذا التوقيت، وده اللي معودنا عليه لعيبه النادي الاهلي. الشناوي كمان بيأدي بكل جديه الحقيقه في التدريبات. الكل ان شاء الله باذن الله يا محمد يا رب يكون موفق في هذه المباراه الصعبه جدا على لاعبي على النادي الاهلي، لكن يا رب ان شاء الله بالمجهود وبالدعوات الكبيره من جمهورنا ودعواتك يا محمد ان شاء الله ودعوات كل محب للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تكون ال 11 في دولاب بطولات النادي الاهلي في انجاز غير مسبوق، يا رب ان شاء الله يكون من نصيب النادي الاهلي. حاجة تانية يا كريم، وبالتأكيد أنت تابعت الزيارة اللي تمت بالأمس من محمود كهربا ومؤمن زكريا للفريق قبل السفر النهاردة. أثر هذه الزيارة على اللاعبين لو اتكلمت مع عدد من اللعيبة، خاصة كنت شايفك من شوية بتتكلم مع أكرم توفيق، بالتأكيد عندك انطباعات وردود أفعال على الزيارة اللي تمت بالأمس ما بين كهربا ومؤمن زكريا مع نجوم الفريق والجهاز الفني. لفتة رائعة جدا يا محمد طبعا، وده الدور الكبير اللي عارفينه على الولاد النادي الاهلي، يعني اللفتة دي كان لها مردود كبير وتحديدا مؤمن زكريا، يعني وجوده وترحيبه باللاعبين واللعيبة كلها تواجدت معاه دعوته يا رب تكون ان شاء الله صادقة وواصلة ان شاء الله لعيبة النادي الاهلي، ان هو قال لهم يا رب ان شاء الله ترجعوا بافريقيا. ايضا كمان محمود الكهرباء وحبه وعشقه للنادي الاهلي ومساندته ومؤازرته لعيبة النادي الاهلي ده مش جديد، مردودها كبير جدا الحقيقة على اللاعبين وعلى الجهاز الفني وعلى اعضاء النادي الاهلي الحقيقه، لان القيمه كبيره جدا لهذه المباراه وقيمه النادي الاهلي اكبر كمان في هذا التوقيت. يمكن كمان عايز اقول لك على هامش المران يا محمد، كمان النهارده شفنا احمد ياسر ريان تواجد النهارده الحقيقه سريعا كده عدى على لعيبه النادي الاهلي حياهم سريعا، وايضا كمان تواجد مع بيتسو موسيماني في اقل من 5 دقائق. يعني المباراه مهمه وقيمه النادي الاهلي كبيره جدا، فالتواجد المهم مع لاعبين كبار بحجم هؤلاء اللاعبين ما بيكونوا متواجدين في رساله دعم ومسانده بدون اي شيء وتواجده بس بيكون مردوده كبير جدا، فيا رب ان شاء الله محمد الرساله دي تكون واصله بكل قوه لعيبه النادي الاهلي مع الشخصيه ومع المعنويات الموجوده والرغبه المتواجده، يا رب ان شاء الله يا محمد تكون كل الامور دي من نصيب النادي الاهلي في مباراه الاهلي والوداد المغربي. طيب عارفين يا كريم ان بدري بنون اكيد بنسبه كبيره خارج القائمه اللي لسه قدامه مش اقل من شهر على الاستعداد للمباريات، لكن هل ممكن يجود مع البعثه ويسافر معاهم في الرحله ولا بدري هيكمل برنامجه هنا في القاهره؟ يعني من الوارد يا محمد ان بدر ممكن يكون متواجد يكمل البرنامج الخاص بيه، يعني مش عايز اجزم في هذا الامر، لكن من الواضح ان بدر متواجد في القاهره لاستكمال البرنامج الخاص بيه، يكسب وقت كبير جدا لان انت عارف محمد هنا هيكون في بعض الجلسات الاجهزه طبعا المتاحه العالميه هنا داخل النادي الاهلي هتساعده بشكل كبير جدا. هو يمكن تواجده مع الفريق طبعا دوره هيكون مهم جدا كدور معنوي وشخصيه وتدعيم للنادي الاهلي، لكن احنا محتاجين بدر بعد البطوله الافريقيه لان لسه عندنا مشوار طويل جدا خلال الايام القادمه، فيا رب ان شاء الله سواء تواجده او وجوده في القاهره روح مع فريق النادي الاهلي، ورب ان شاء الله لكل اللعيبه اللي تكون متواجده ان شاء الله باذن الله تكون دورها كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي. طيب سؤال اخير يا كريم، متى يتحرك الفريق من المقر الرئيسي في الجزيره للتوجه الى المطار، وميعاد الرحله تحديدا ميعاد استقلال الرحله والاقلاع من مطار القاهره؟ يعني اقدر اقول لك يا محمد الميعاد المحدد هنا في النادي الاهلي من 3 ل 3:30 تحرك الفريق الى مطار القاهره، الطائره 6 الا 3، فاقدر اقول لك ان 3 ان شاء الله 3 عصرا تتوجه ببعثه النادي الاهلي الى مطار القاهره، يعني هو كان النادي الاهلي قبل اقلاع الطائره بساعتين كالمعتاد، فيمكن اقدر اقول لك 3 ان شاء الله يكون توجه اللاعبين، 6 الا 3 تكون الطائره، الرحله تستغرق زي ما انت قلت توصل بتوقيت كازابلانكا 10 مساء، يا رب ان شاء الله باذن الله المجهودات الكبيره اللي بتبذل تكلل بالنجاح لكل نجومنا ابطال افريقيا عندكم مهمه جدا، يا رب ان شاء الله ال11 نرفعها في كازابلانكا وتكون فرحه كبيره جدا لمئات الملايين من جمهور النادي الاهلي باذن الله. كريم انا بشكرك ودايما بنتفائل بيك لما بيكون في رحله وتغطيه خاصه لسفر الفريق، ويا رب باذن الله تكلل بالنجاح والعوده بالاميره السمراء ان شاء الله. زميلي العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي واللي كان حاضر النهارده المران الصباحي في ملعب مختار التتش بالجزيره، شكرا جزيلا ليك على كل هذه المعلومات، وبالتاكيد قدر الامكان حاولنا نحط الجمهور في الصوره ويكون عارف كل الاحداث جوه فريق النادي الاهلي قبل السفر الى المغرب. طيب.